السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة دي أصلا منشورة من زمان، من قبل ما الناس تسمع عن شات جي بي تي، وكان يعني تقدر تقول بلاي جراوند أو يعني بنجرب فيه. فهو دي كانت أهم الحاجات ولغاية دلوقتي اللي موجودة في شات جي بي تي، منهم مثلا الجرامر كوركشن، إن هو يقدر يصلح لك القواعد الإملائية وأي مشاكل موجودة في الكتابة اللي أنت كاتبها هو بيقدر يصلحها. التكست تو كومنت، تمام، في حاجة خاصة بالبرمجة ممكن من فوق تقول له انا عايز الحاجات الخاصه بالكود. كل دي حاجات يقدر يعملها الذكاء الاصطناعي بالكود، ان هو يحول من لغه برمجه للغه تانية، او ان هو يفسر لك الكود مكتوب ازاي، تدي له الكود وهو يفسره لك. او لو انت عندك اي مشاكل او اي اخطاء في الكود ان هو يقدر يصلحها لك، او ان انت تكلمه بال NLP او باللغه البشرية هو يبدأ يعالجها ويجيب لك الـ يعني الكود البرمجة اللي انت عايزه. او SQL يقدر ينقل الـ Natural Language اللي هو الطبيعية بتاعتنا لجمل SQL تستخدمها، تمام. في حاجات مثلا Conversation، زي في حاجات مثلا خاصة بالشات، حاجات خاصة بفريند شات وهكذا. ممكن اقول له انا عايز ايموجي مثلا، موفي تو ايموجي، تدي له عنوان فيلم مثلا هو يعمله لك ايموجي، تمام. زي باك تو فيوتشر، فيبدا يعمل لك شكل عيل صغير وسياره وساعه، زي ما قدماء المصريين كانوا بيعملوا رموز لكل حاجه. فاحنا رجعنا لفكره الرموز. فالصفحة دي مهمة جدا، لان انت تعرف ايه حدود الشات جي بي تي او هو مخصصينه لايه. يعني في ممكن بايثون تو ناتشورال لانجويج، يعني تديله كود بايثون هو يشرح لك، كان حد المبرمج بيشرح لك هو عبارة عن ايه. وفي ان انت يحسب لك الوقت، تمام، او يحسب لك المسافة من بلد لبلد. ممكن تستخدمه كده بدل ما كنت تدخل على كذا موقع بيعمل كده، لا هو يعمل لك كل الكلام دوت. ممكن يساعدك في التجهيز للانترفيو، ان هو يديك اسئله، هو من ضمن الحاجات اللي هو مجهز بيها الموضوع الانترفيو دوت يدربك عليها. ممكن يعمل لك وصف وتاج للفيديو بتاعت اليوتيوب، لحاجات كتير جدا هو مجهز لكده.